حديقة فريال مش مكان للتنزه فقط، ولكن هنا في محافظة بورسعيد بترتبط بتاريخ مهم وهو حفل افتتاح قناة السويس. هنا في حديقة فريال بعد التجديد أصبحت قبلة مهمة جدا لكل الناس في محافظة بورسعيد ولكل زوار المحافظة. تعالوا نشوف الحديقة بقى شكلها ازاي بعد التجديد. الفكرة الأساسية أن احنا نعمل جزء تاريخي ونعمل جزء ترفيهي ونعمل جزء حضاري بحيث يرجع الحديقة للتاريخ الأولاني. فبدأ يعمل بناء على تعليمات سيادة المحافظ اللي هو عادل أن احنا نعمل جزء تاريخي عبارة عن خاص بيه ثلاث منصات اللي هم اللي دام سيادتك ده الثلاث منصات الخاصة بيه. سنة 1869 الخدوس معين حب يعمل يسجل الحدث، فعزم أمراء العالم كلهم على المنصة الرئيسية وعمل منصة منصتين اللي هم اليمين والشمال، واحده خاصه برجال الدين المسيحي واحده خاصه برجال الدين الاسلامي. احنا خدنا نفس النموذج بالظبط وعملنا لهم موديل، وبعد كده حبينا نسجل التاريخ الحديث. عملنا قدام منها الساحه اللي فيها خط قناه السويس وفيها من اول اسماعيليه وبورسعيد السويس. المكان هنا تحديدا كان بيحتوي على أندر النباتات اللي كانت موجودة في العالم في الوقت ده، ولا زال محتفظين ببعضها لغاية دلوقتي موجود في الحديقة. المكان ده فعلا كان يغيب عن ذاكرة الناس كلها ان ده كان مكان الاحتفال، فلما تعرف بقى ان مكان الاحتفال، وبعدين الحمد لله حصل تطوير في الحديقة وعملنا الماكيتات اللي كنا بننادي بها من زمان ان يكون في ماكيتات لحفل افتتاح قناة السويس، واتعملت اصبح مزار سياحي، وان الناس اللي جاية تبقى عارفة ان هذا المكان هو المكان اللي تم فيه حفل افتتاح قناة السويس. أصبحت الحديقة بعد التجديد النزهة الترفيهية والمزار التاريخي المميز لأهل بورسعيد ولزوارها كمان. التجديد والتطوير شمل كل أرجاء الحديقة، كاميرات مراقبة، شركة نظافة، أمن متواجد 24 ساعة، ولأن الحديقة بلا أسوار أصبحت أكثر جاذبية. التطوير اللي حصل ده تطوير حضاري ما حصلش قبل كده، ما شفتوش في أي جنينة يمكن في الجمهورية كلها، من حيث الرخام بتاعها والإمكانيات بتاعة الزراعة والشجر الجديد، وحتى المسجد ما نسهوش تجديد وتطوير فيه، فأصبح كل الخدمات اللي محتاجها الفرد والعيلة موجودة في الحديقة. طبعا كل شجرة نادرة حاطين عليها اليافطة بتاعتها، اللوحة بتاعتها، ومكتوب عليها اسمها والعمر، زائد ان في طبعا في اهتمام من الناس اللي كانت مهتمه بالنباتات بتيجي بتسال عليها، حتى في زياره السيد رئيس الوزراء كان موجود اهتم ان هو لفتت نظره للانواع الغريبه اللي كانت موجوده، وتعتبر من الحاجات الفريده الموجوده حتى يمكن في مصر. الصراحه بقت ممتازه، طبعا بقت صوره مشرفه لبورسعيد، وهي اصلا الحديقه لها تاريخ قديم يعني. انا شايف انها من احسن الحدائق في بورسعيد لانها تعتبر اجمل حديقه في بورسعيد، واتطورت تطور يعني يليق بيها. حاجه ملموسه وحاجه جميله جدا ما شاء الله، وحاجة يعني بإذن الله للأحسن أحسن إن شاء الله. إحنا جينا عجبنا جدا، يعني شكل الورد حلو جدا، شكل الطاحونة كمان حلوة جدا، يعني إحنا قلنا هولندا البلد، إحنا قاعدين في هولندا البلد. الاهتمام بالمظهر الجمالي جزء من إبراز الحقيقة، ولكن التاريخ اللي موجود في كل شوارع مصر الشاهد على الأصالة والعراقة اتجسد في حديقة فريال ببورسعيد. محمد سليمان، MBC مصر.